هل الكحل والعطر والكريم من مفطرات الصوم في رمضان؟ وماذا إذا حصل شيء من ذلك والإنسان صائم؟ جزاكم الله خيرا. لا، الكحل لا يفطر، وكذلك الكريم الذي يوضع على الجلد ويدهن به الجلد، كل هذه الأمور لا تفطر، وكذلك الطيب، شم الطيب السائل أيضا لا يفطر، إنما الطيب الذي له أجزاء تتطاير إلى الأنف كالسحوق المسك أو غيري أو البخور، هذا هو الذي لا يقصد الصائم شمه، لأنه يتطاير ويدخل في أنفه ويصل إلى دماغه ويحصل منه تنشيط ويحصل منه وصول إلى الدماغ وإلى الحلق، فلا يشم هذا الطيب الذي له أجزاء تتطاير. أما الطيب السائل والطيب الذي لا أجزاء له تتطاير إلى الأنف، لا مانع منه للصائم. نعم.